احنا النهارده متواجدين في مدينه الزقازيق في منفذ او شادر بيع لحوم ذبح اليوم. بنقدم خدمه للمواطنين تنفيذا للقياده السياسيه باسعار مخفضه. احنا عندنا النهارده سعر الكيلو 310. الحمد لله الاقبال فوق الممتاز، اللحمه جودتها عاليه. طبعا هي مذبوحه النهارده الصبح في المجزر تحت اشراف بيطري كامل. احنا عندنا خطه انتشار في جميع مراكز المحافظه ما بين الشوادر الثابته والعربات المتنقله ان شاء الله. احنا موجودين هنا في الشادر اللي قدام عمر افندي سابقا، موجودين عشان المبادره اللي موجوده لبيع اللحوم المدعمه طبعا تحت رعايه فخامه السيد الرئيس، موجودين بالتعاون مع شركه القيصر على اساس ان احنا نقدم اللحوم المدعمه لاهالينا هنا. انا اول ما سمعت ان في حاجه خاصه بدر فيها كريمه جيت الحمد لله اخذت النهارده، فوجئت الحمد لله اللي هي سعر بالمقارنه طبعا باسعار بره. اللحمه دلوقتي عندنا وصلت 400 جنيه وللاسف بتجيبيها وانت مش عارفه اذا كان فعلا بلدي. هو مشروع حلو ان شاء الله وربنا يكرمكم كده ان شاء الله ويستمر. احنا شايفين الحاجه قدام منا الله الوكيل، حاجه يعني حاجه تفتح النفس، بس مش عارفين بقى اما نروح البيت ونجربها هتبقى ايه شكلها. يعني لسه كده النهارده اول مره، بس يعني شايف ان هي كويسه ان شاء الله ومبادره كويسه بالنسبه للايام اللي احنا فيها دي، حلوه لكل مستهلك. لا احنا جربنا هنا قبل كده كويسه وجينا ناخد تاني. شايفه بالمبادره الجميله اللي عاملاها حياه كريمه، كتر الف خيره الناس على يعني مش عارف اقول لهم ايه، اشكرهم والله اشكرهم على اللي هم عاملينه ده. والله المبادره جميله جدا وبتحد من جشع التجار اللي موجود دلوقتي. لا فرق جامد جدا طبعا، فرق كتير، ما يبقى فرق فوق ال 100 جنيه في الكيلو اللحمه، فرق كويس جدا طبعا، يوفر مع المواطن كتير. بره بتتباع ب 400 و380، هنا ب 310، والحته اللي بتشاور عليها بتاخدها حضرتك ما شاء الله يعني جميله. احنا بنشكر اللي ساعد في المشوار ده بصراحه، يعني فرق 100 جنيه، يعني 100 جنيه ممكن يجيب بقى خضار جنب اللحمه يسد باب تاني. انا كمواطنه خفض على معايا كتير جدا وفرق معايا جدا في السعر، وصراحه انا اتفاجئت وكان فجأة جميله جدا لدرجه انا بلغت عيلتي واهلي وقرايبي واصحابي بالمكان والاسعار وكده. الجنيه دلوقتي عاد بيفرق مع المواطن، ال 10 جنيه بتفرق مع المواطن، يجيب بيها اي حاجه ثانيه. حياه كريمه جت وقفت جنبنا اهي مثلا، يعني حاجه كويسه بالنسبه لينا في اسماعيليه ان مبادره حياه كريمه بتريحنا شويه في الاسعار. لا فرق كتير من 400 ل 310، يعني بنتكلم 90 جنيه، يعني نفس اللحمه اللي عند التجار هي اللي في حياه كريمه. تاجر لما يعرف ان اللحمه بتاعته هي ب 310 من 400 جنيه اقول لك يخفضهم بقى شويه. يا ريت تستمروا على كده، امال على طول ويكون اللحمه حلوه، مش هنجيب من دوكم ونيجي ناخد من ايه؟ شفتها وقفت وقلت له اقطع لي من الحته دي، الحته اللي انا عايزاها تحت منها، وشيل الدهن وشيل العرق وشيل اللي انا عايزاها جبت منه. كل ما حياه كريمه تبادر بمبادره في تخفيض الحاجه يقدر التاجر يبطل من جشعه ويقلل كويس. دلوقتي التاجر عنده اللحمه ب 400 جنيه ماشي، هنا ب 310، الفرق اللي هو استغلال دوت انا هستغله في اي في اي في اي حاجه تاني، في زيت، في سكر، في رز، في يعني في سمنه، في زيت، في كل حاجه. الناس كلها مبسوطه، نفسيتها مرتاحه والله. كيلو فرق 100 جنيه 100 وحاجه بتفرق كتير، هجيب شويه رز وشويه خضار جنبه هرتاح نفسيا. وبعدين اقول لك حاجه، لو قليل 50 جنيه بيبقى مرتاح احسن من التانيين اللي هم تعبانين منهم، اللي هم الكشعين دول.